شعب الرب في كل مكان، كل سنة وحضراتكم طيبين سعداء أقوياء أشداء. بنطوي سنة قديمة بكل ما فيها من امتيازات أو فيها من ألمات أو أوجاع، بنستقبل سنة جديدة وبنقول مع بعضينا بصوت عالي الكلام اللي موجود في تكوين 26:12: أصاب إسحاق، أصاب إسحاق في تلك السنة، في أيام جميلة جاية، قول زرع وأصاب. ربما تقول أصلا أنا كنت مصاب، كنت مصاب، لكن الوقت اللي جاي أنا هتحول من مصاب لشخص يكون يصيب أهداف السماء. ارفع راسك وتشجع وتشدد واحتفل وعيش أيام الاحتفال. ما تخليش الاحتفال في حياتك موسمي، لكن طوال السنة اللي جاية عيش الاحتفالات المستمرة، عيش الاحتفالات اللي فيها فوز وغلبة وانتصار باسم الرب يسوع المسيح. أنا متأكد إن الرب عايزك تصيب إصابات في الصلاة بالاستجابة، وإصابات في الخدمة بخطوات واجتهاد وأثمار باسم المسيح يسوع، وتصيب في كل أمر خاص بيك، أسري، اجتماعي، مادي. رب عايز تكون إصابتك إحرازك للأهداف في كل الدوائر. ترفع راسك وتقول إن أصبت في تلك السنة بإيد الرب القديرة اللي معايا وإيد الرب اللي بتشتغل ببأس باسم المسيح يسوع. أنا متأكد إلهكم وإله القدير هيصنع أمور قديرة في حياتنا، لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بروحي قال رب الجنود. الرب معاكم بكل خير.